هذه على الإطلاق بعد ربع ساعة. هذه الطيحات في أرضية الملعب اللي من غير أي احتكاك هذه تسبب قلق، ربكة، توتر في نفوس هذا، في نفس هذا الرجل وفي عشاق روما، لأن القصد مش هنا، القصد يوم الأربعاء الربوع. أي والله مباراة برشلونة، معليش يعني تحس بلام اطلع، لكن خليك جاء. شو اللي حصل للنينجا نانجولان؟ يعني شوف الان انت مشجع روما لن يفكر في هذه المباراة بقدر ما يريد ان يعلم مدى اصابة نانجولان من خلال هذه المباراة، وهل ستطول